طيب النهارده احنا هنبدا ان شاء الله نتحدث عن يعني حوار في غايه الاهميه في كتاب تهذيب تسهيل العقيده الاسلاميه. فبعد الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. هنتكلم عن نواقض التوحيد. عن نواقض التوحيد احنا اتكلمنا قبل ذلك على معنى كلمه التوحيد ومعنى كلمه لا اله الا الله واقسام التوحيد وتوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فهينتج عندي بعد ما انا اصلت معنى التوحيد اللي هو الواجب علي ان انا اقوم به لله عز وجل ان اتكلم عن نواقض التوحيد، اعرف نواقض التوحيد زي ما احنا يا جماعه بندرس الصلاه فنتكلم عن شروط الصلاه وواجبات الصلاه ثم نتكلم عن مبطلات الصلاه، فانت لو عرفت الشيء ينبغي ان تعرف ضده او الشيء الذي ينقضه او الشيء الذي يسبب بطلان هذا الشيء، والا فقد يقع الانسان في اشياء تنقض عبادته او تنقض يعني دينه كله وهو لا يدري وهو لا يعلم. فمن أهم نواقض التوحيد والذي تكلم فيها المصنف أول شيء الشرك الأكبر، وعرف يعني نواقض التوحيد الأول عامة، فقال هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد خرج من دين الله بالكلية وأصبح بسببها كافرا أو مرتدا عن دين الإسلام، وهي كثيرة تجتمع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي، فالنفاق يسمى اعتقادي أو الأكبر. طيب لو حطينا بس هنا ضابط، هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد بضوابطه، دي اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده في تكفير المعين. تكفير المعين يعني انت هتعرف هتقرأ دلوقتي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، فالخطأ اللي بيحصل عند بعض الناس ان هو بيسمع الكلام ده وبيبدأ ينزله أو يطبقه على الواقع، فيبدأ ان هو يكفر ويعني ينزل هذه الأحكام على المعينين. يعني ايه على المعينين يا جماعة؟ على الأفراد، على الشخص بعينه. فقد يكون عندي يعني مانع من الموانع اللي تمنع التكفير او شرط لم يتحقق في هذا الشخص، وكما ان هذا الباب اللي هو باب التكفير هو يعني يعتبر حق الهي، فلذلك العلماء شيخ الاسلام تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم ويعني من تلاهم في الكلام عن هذا، حتى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اللي كان بيرمى بالتكفير وغير ذلك لما تكلموا عن ذلك فقالوا ما ثبت يقينا في الاسلام، يعني الاسلام الذي ثبت بيقين لا يزول الا بيقين، لا يزول الا بيقين. وللاسف بيحدث احيانا عند بعض الناس ان هو بيدرس هذه الكلمات او هذه الابواب فبيقرا الشرك الاكبر وتعريفه ونواقض التوحيد والكفر الاكبر ثم بعد ذلك بيجادل عن هوى. فسبحان الله يا جماعه، هو لما انت بتيجي تكلم واحد مثلا مبتدع او واحد معتقد مثلا في الطواف حول القبور او في اقامه الموالد البدعيه او في كذا او كذا او كذا من البدع، وبيبدا يجادلك عن هوى، عن ان هو بس هواه معتقد ومرتبط بالشيء الفلاني، انت بتلومه ليه بقى؟ ما هو ده نفس الامر لما بعتقد او يعني بتعلق قوي بمساله ان انا اكفر بقى الناس ويعني انشر حكم التكفير على الفاضي المليان زي ما بيقول. طب ما ايه الفرق؟ ما هو برضه معتقد ان هذه الموالد شيء مباح وان هو شيء بيقربه الى الله عز وجل، وان الطواف حوالين القبور والتمسح بالاضرحه والنذر لغير الله والنذر البدوي والدسوقي الكلام ده هو معتقد ان هو بيقربه الى الله سبحانه وتعالى. طب ليه بقى بتنكر عليه؟ هو نفس الموضوع، هو بيجادلك عن هوى وانت بتجادل ايضا في هذه المسائل احيانا عن هوى. ففي الاول وفي الاخر احنا يا جماعه بنقول السلفيه هي يعني ان تتبع ما قاله الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح الذين هم الصحابه. فلو انا في كل مساله هتكلم بهواي هتبقى مصيبه، لازم في كل مساله اقول قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول، او اجماع، الإجماع الذي أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك من العلماء والصالحين وغير ذلك ممن علم واشتهر عنه اتباع منهج السلف، فهذه هي الأدلة، القرآن والسنة والإجماع. فغير طبعا هناك أدلة غير ذلك، ولكن في باب العقائد يعني لا يقاس، يعني لا مش هنقول قياسا على كذا، فباب العقائد دايما هتلاقينا نستدل قال الله وقال الرسول والإجماع. طيب في اشياء منقصات التوحيد، احنا الاول حاجه قلناها يا جماعه دي نواقض التوحيد، الشيء اللي هو يعني يكون كفرا او شيء يكون به يعني رده او شيء يكون به شرك، فهذه نواقض التوحيد. طيب منقصات التوحيد فهي الامور التي تنافي كمال التوحيد ولا تنقصه بالكليه. حاجه هتقلل الايمان،
وهتقلل التوحيد ولكن لا تذهب به بالكلية. فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده ونقص إيمانه ولم يخرج من دين الإسلام، وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. في مسألة مهمة جدا يا جماعة، إحنا بنؤمن إن الإيمان ده ليه شعب ولا لا؟ صح؟ مش دي من العقيدة أهل السنة والجماعة إن الإيمان ده ليه شعب؟ طب إيه الدليل على كده؟ الإيه؟ الله يفتح عليك. الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أدناها إيه؟ إماطة أذى، وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فالإيمان له شعب صح؟ لا إله إلا الله دي شعبة من شعب الإيمان ولا لا؟ طيب اللي يا جماعة اللي هينقض لا إله إلا الله دي هيبقى نقض الإيمان بالكلية صح؟ طيب على الناحية الثانية يبقى احنا عندنا برضو الكفر له شعب، زي ما الإيمان له شعب الكفر أيضا له شعب. فهناك المعاصي كل أنواع المعاصي تدخل ان هي شعب من شعب الكفر، ولكن هناك منها كفر اكبر الذي يخرج من الدين بالكليه، وهناك منها الكفر يعني دون كفر دون كفر، او كما يطلق عليه العلماء الكفر الاصغر. فلذلك هتجد ان احنا بنستخدم كلمه الشرك احيانا في الشرك الاصغر، هتجد ان احنا بنستخدم احيانا كلمه الكفر في الكفر الاصغر، هتجد ان هو النفاق ايضا بتستخدم على النفاق الاصغر. فلذلك فقال يعني عطاء رضي الله عنه او رحم الله تعالى وهم من التابعين يعني في ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال يعني هو كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق. ابن عباس قال هو الكفر ولكنه ليس كالكفر بالله واليوم الآخر. فده وجد فيه تفسير ابن كثير عند قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى فيه شيء مهم جدا وينبغي ان احنا نضبطه، ان هناك كفر دون كفر، وهناك ظلم دون ظلم، وهناك فسوق دون فسوق، وهناك نفاق دون نفاق. يعني في كفر أصغر وكفر أكبر، في شرك أكبر وشرك أصغر وهكذا. طيب تعريف الشرك الأكبر فهو في اللغة يدل على المقارنة. انت لو اشركت شيء مع شيء يعني معنى ذلك ان انت بتقارن او بتلحق شيء بشيء. طيب في الاصلاح هو ان يتخذ العبد لله ندا يسويه به في ربوبيته او الوهيته او في اسمائه وصفاته، يتخذ العبد ندا لله سبحانه وتعالى. فلذلك يا جماعه هذا الباب في ابواب العقائد ابواب هامه جدا، يعني ابواب ينبغي ان نتعلم كل كلمه فيها بدقه ونحفظها ونفهمها ونعيدها مره واثنين وثلاثه وتدرسها مره واثنين وثلاثه، لان فيه يعني حديث عن الله سبحانه وتعالى. فيعني هذا من اشرف العلوم ان تتحدث عن اثبات الايمان لله سبحانه او التوحيد لله سبحانه وتعالى وايمان العبد بربه سبحانه وتعالى، وتثبت ضد ذلك من الاشياء اللي تنقض هذا الايمان. فاما حكمه يعني حكم الشرك الاكبر فان الشرك هو اعظم ذنب عصي الله به، فهو أكبر الكبائر وأعظم الظلم، لأن الشرك صرف خالص حق الله سبحانه وتعالى، وهو العبادة لغيره أو وصف أحد من خلقه بشيء من صفاته التي اختص بها عز وجل. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولذلك رتب الشرع عليه أثارا. يعني المشرك هذا فيه أثار هتترتب عليه، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره إذا مات صاحبه على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشيء الثاني أن صاحبه خارج من الملة إذا مات على ذلك، صاحبه خارج من الملة. ودايما نضع ضابط يا جماعة مع الشرك أو الكفر أنه إذا مات يعني على ذلك أو ختم له على ذلك فهيترتب عليه ذلك. كما أننا نضع أيضا للإيمان أو للطاعات ضابط أو شرط أنه ما لم يفعل ناقضا لها أو أن يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ومن يرتد عن دين من يرتد فقد إيه؟ حبط عمله. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشرك، وكذلك صاحبه خارج من الملة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. وكذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من المشرك عملا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويحرم الزواج من المشرك أو المشركة، يعني يحرم للمسلم أن يتزوج مشركة، ويحرم من أيضا المسلمة أن تتزوج من مشرك. فده يحرم. المسألة دي مسألة غير أهل الكتاب يا جماعة، دي مسألة غير أهل الكتاب. المشرك هذا حكمه غير أهل الكتاب، ولذلك مثلا المشرك لا يجوز أكل ذبائحه. المشركين كالمجوس مثلا والهندوس وغير ذلك هؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم. الشيوعيين هؤلاء أيضا لا يجوز أكل ذبائحهم. غير أهل الكتاب، أهل الكتاب لهم حالة خاصة اللي هم اليهود والنصارى. فإذا مات المشرك أيضا فلا يغسل،
ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن الناس ويدفن فيها. ليه؟ لأن مهما كان الجسد له حق، وهذا الجسد له يعني حق إن احنا لا نهينه أو لا نمثل به أو لا نتركه للسباع أو الدواب أو للجو فيغير فيه ويتظهر منه رائحة العفن وغير ذلك، فهذا لحق بس الجسد وليس لحق هذا العبد أو هذا الإنسان. كذلك أيضا أن دخول الجنة عليه حرام وهو مخلد في نار الجحيم، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب الحاجات دي يا جماعة لما الإنسان يعرفها فهي ليست مجرد على سبيل أن أنا أنزلها على المشركين فقط، ده شيء فيه ترهيب، يعني هذه الآيات والأحاديث وهذه النصوص فيها ترهيب ليا أن أنا والعياذ بالله أقع في الشرك. ولذلك للأسف أن الكثير من الشباب اللي بيقع في مسألة الإلحاد أو بيبدأ أن هو يعني يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى بما لا يليق ويبدأ يسمع هذه الشبهات، لا لا، هذه النصوص لو هي عنده متأصلة في قلبه ويعني يخشى أن يقع في الشرك ما كانش فكر أصلا وما كانش ذهنه ذهب أن هو يسمع لهذه الشبهات أو أن هو يتبع هذا الكلام. فهذا الشيء كما أن فيه معرفة ينبغي أن تعرف حتى يعني يعلم الإنسان حقوق ويعني الواجبات التي ينبغي أن تقع على هؤلاء المشركين، فكذلك أيضا هناك أشياء ترهب الإنسان يعني نفسه حتى لا يقع في هذه المعاصي التي أعظمها الشرك الأكبر. وكذلك المعاصي كما يقول العلماء، المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. يعني إيه الكلمة دي يا جماعة؟ يعني المعاصي إذا ما يعني استحلها الإنسان يصل إلى العدو بالله إلى الكفر. قال لك لا خلاص ما فيش حاجة اسمها الزنا حرام، ولا في حاجة اسمها القتل حرام، ولا في حاجة اسمها السرقة حرام، وسيبك من الكلام ده كله اللي في الدين، الإنسان يعني يعمل اللي هو عايزه فيه. سبحان الله، وهو بهذه الطريقة استحلها فجعلها كأنها شيء حلال تفعل على سبيل الحلال. إنسان سبحان الله يعني اعتاد الذنوب والمعاصي واعتاد أن يعني يسخر من دين الله سبحانه وتعالى وأن يستهزئ بحكم الله سبحانه وتعالى وألا يراقب الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فقد يصل في النهاية والعياذ بالله للشرك، وقد يصل بالاستهانة بدين الله نفسه أو الاستهانة برؤية الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال العلماء المعاصي بريد الكفر بناء على خطورة المعاصي وتحذيرا للإنسان المؤمن من كثرة المعاصي، وأعظم هذه المعاصي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب لو جينا يا جماعة اتكلمنا على أقسام الشرك الأكبر، ده بالنظر بس مجرد فيما سبق اللي احنا خدناه قبل كده، هتعرف تقول لي أقسام الشرك الأكبر؟ يعني حد يفكر لنا فيها كده من غير ما ينظر في الكتاب كده ويقول، لو انت عارفها قبل كده ما تقولش، لو انت عارفها قبل كده ما تقولش. لو حد بس احنا فكرنا في اللي احنا خدناه قبل كده، ان احنا اتكلمنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، صح؟ طيب انا عايز اتكلم على اقسام الشرك الاكبر بناء على اللي احنا خدناه قبل كده. هيبقى اكيد شرك في الربوبية، واكيد شرك في الألوهية، واكيد شرك في الأسماء والصفات. ما هو اذا كان في توحيد ربوبية يبقى عكسه ايه؟ شرك ربوبية. في توحيد ألوهية يبقى عكسه ايه؟ شرك ألوهية. في توحيد أسماء وصفات يبقى عكسه اللي هو ايه؟ شرك في الأسماء والصفات التي تلحق بالله سبحانه وتعالى. طيب القسم الأول الشرك في الربوبية. طيب خلينا برضو احنا مفروض ان احنا قرينا ودرسنا توحيد الربوبية وهو توحيد الله بإيه؟ احنا على فكرة دكتور سعيد قال لي ان انا اعمل لكم امتحان، دكتور سعيد وصاني بيكم، فلذلك فممكن يعني احنا محتاجين ان احنا فعلا نعمل امتحان الاسبوع الجاي على اساس ان احنا نراجع على كل اللي احنا خدناه قبل كده، وهيبقى امتحان مجرد اختياري وصح وغلط، يعني حاجه بسيطه جدا. فبس هتبقى ان شاء الله، هتبقى امتى يا دكتور؟ طيب خلاص اللي ايه؟ الاربع. امتى؟ نخليها التلات؟ ربع يوم العيد او اول يوم العيد، اول يوم العيد عشان يبقى العيد فرح. الخميس؟ طيب ليه؟ طيب خلاص يعني نختار الأخف. لا تلاتة. هيبقى في الفقه والأصول الدعوة والعقيدة. دي حاجة بس يعني هتبقى اختياري وصح وغلط في منتهى السهولة، فمش هتاخد خمس دقايق في كل، بس مجرد اختبار للي احنا قريناه قبل كده او اللي احنا، لذلك احنا بس مطالبين ان احنا نقرأ اللي قبل كده عشان اهبني عليه بعد كده،
يعني خلي بالكم اللي احنا بنقوله كله مجرد حاجات مبنيه على بعضها. فلذلك احنا يا ريت ان احنا نقرا اللي فات، نسمع المحاضره اللي فاتتنا، ونسال في الحاجه اللي احنا مش فاهمينها. طيب احنا قلنا التوحيد الربوبيه لما عرفناه اصغر وابسط واسهل تعريف ليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى بايه؟ بافعاله. توحيد الله بافعاله دي اسهل تعريف لتوحيد الربوبيه. طيب توحيد الله بافعاله يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، ان له الملك، انه هو المتصرف في الكون. يبقى الشرك في الربوبيه هيبقى ايه؟ خلينا نفكر فيها، احنا مش عايزين نحفظها، عايزين نفهم. يبقى الشرك في الربوبيه هيبقى ان انا ايه؟ الاشراك بالعكس بقى، الاشراك في يعني في هذه الاقسام، ان تجعل الله سبحانه وتعالى ندا في الخلق او في الرزق او في التدبير في افعال الله سبحانه وتعالى، تجعل الله سبحانه زي ما المصنف كتب، هو ان يجعل لغير الله تعالى معه نصيبا من الملك او التدبير او الرزق او الخلق او غير ذلك من افعال الله سبحانه وتعالى. طيب حد يقول لنا برضو شرك الربوبيه ده تاني؟ احنا الحاجات دي عايزين نعيد ونزيد فيها لغايه ما نحفظها. شرك الربوبيه يعني ايه؟ انت لسه مذاكر عقيده قريب؟ دخلت امتحان عقيده في الدور الثاني ولا؟ طيب قول. لا اتفضل. شركه الربوبيه طبعا نجعل الله على يعني نجعل مع الله ندا او في الايه؟ في افعال، في افعال الله سبحانه وتعالى زي الخلق الرزق التدبير. طيب جميل. طيب صور الشرك في هذا القسم اللي هو توحيد الربوبيه زي شرك النصارى. ده شرك النصارى، وهو وان كان النصارى اهل كتاب وهم كفار، ولكن فعلهم شرك، فعلهم شرك. ودي مصيبه يا جماعه والله، تجد للاسف بعض الناس، ودي مساله مهمه. الدكتور محمد اسماعيل مقدم يعني حافظ الله تعالى وبارك الله في علمه، كان بيتكلم عن هذه المساله مره، وهي مساله شائكه بالنسبه للمجتمع اللي احنا بنعيش فيه لوجود غير المسلمين معانا. فكان بيتكلم في هذا الامر، فبيقول مش معنى يعني ده معنى كلام الشيخ مش 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 بنصي او مش بحروفي، مش معنى ان احنا نعتقد كفر أهل الكتاب أو أنهم يعني غير مسلمين، أو أن ننزل النصوص التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي نصوص واضحة ظاهرة لم ينكرها أحد على مر العصور السابقة، حتى المبتدعة يعني حتى الفرق المبتدعة اللي هي ابتدعت في دين الله عز وجل ويعني أظهرت أقوال بدعية. يعني ما ندر أن أنت تسمع عن فرقة من الفرق تتكلم على أن النصارى دول غير كفار، ده ما ندر في هذه الفرق المبتدعة. فشرك النصارى وكفر النصارى هذا واضح مقطوع به في كتاب الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، صح؟ ده شيء واضح ظاهر جدا. فللأسف إن بعض الناس نتيجة العاطفة يعني الألفة التي تحدث ما بينه وبين غير المسلمين من النصارى بيقولك لا كفار إزاي يا ابن حال، كفار إزاي، إيه ده ربنا اللي بيقول، يقولك لا مش كفار، ده الكفار دول اللي كانوا زمان أو اللي مش موجودين في مصر أو مش عارف، ويبدأ يتأول هذا الكلام. سبحان الله، كلام الشيخ محمد إسماعيل يعني حافظ الله تعالى كان بيتكلم مش معنى كفر النصارى ومش معنى أننا مأمورين بالبر لهم في الأفعال أننا نداهن معهم في العقيدة، أننا نداهنهم في العقيدة أو أننا نجاملهم في العقيدة. العقيدة واضحة أن هؤلاء كفار، وهو لذلك أنت لو سألت أي قسيس أو أي إنسان يعني من الذي يدين بالنصرانية وقلت له أنا كمسلم حكم إيه في دينك؟ هيقول لك كافر. لو كده لو ما قالش كده يبقى هو مش عارف دينه، وهذا قولهم يعني جميعا. فده شيء واضح أن أنت كفرت بعقيدتي وهو أيضا يعني كفر بعقيدتك، فهو هذا شيء واضح وظاهر لا يحتاج إلى كثير إثبات أو يعني مجادلة أو مناظرة فيه. فشرك النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة، فأن الله سبحانه وتعالى مش إله واحد، لا ده ثلاثة، يعني على ما يقولون من ذلك للأسف، وهذا بهتان وظلم وزور. وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية، فاكرين احنا قلنا يا جماعة القدرية بيقولوا ايه؟ ده برضو شوف مبني كله على اللي احنا قلناه قبل كده. شرك القدرية يا جماعة، قلنا القدرية فرقة القدرية قالوا ايه؟ الايه؟ في فرق خالد لا قدر تماما، دول الغلال. في فرقة تانية قالت ايه؟ ان العبد هو الذي يخلق افعاله، فبذلك جعلوا خالقين اللي هو الله سبحانه وتعالى الخالق، والعبد ايضا خالق الذي يخلق افعاله، فده شرك في الخلق، فجعلوا خالقين. فهذا شرك القدرية الذين يزعمون ان الانسان يخلق افعاله. شرك كثير من غلاة الصوفية والرافضة من عباد القبور الذين يعتقدون أن أرواح الأموات تتصرف بعد الموت فتقضي الحاجات وتفرج الكروبات،
أو يعتقدون أن بعض مشايخهم يتصرف في الكون أو يغيث من استغاث به ولو مع غيبته عنه. يبقى دي كلها صور من صور للأسف غلاية الصوفية. برضو يا جماعة محتاجين نحن نفرق ما بين الصوفية الذين يعني يعتقدون أن التقرب إلى الله عز وجل بالزهد التقرب بالزهد وبالعبادة وبكثرة الأوراد وبكثرة مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من تنقية الروح، ده شيء ممدوح وهذا شيء أيضا يقره أهل السنة والجماعة. وما بين غلاة الصوفية اللي بيعتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى بأن له نفع أو ضر، يطوفون بالقبور، بيذبحون عند القبور، بيفعلوا بعض الأفعال الشركية وبيعتقدوا لا ده أن البدوي له تأثير والدسوقي له تأثير والعباس مش أو يعني المرسي أبو العباس له تأثير ويفعل كذا وفلان له تذهب له إذا ما أردت مثلا الإنجاب وفلان لو أردت النجاح تذهب لفلان وفلان اللي عنده عقم يبقى يذهب لفلان وده أنا جالي في المنام سيدنا البدوي ولازم أروح أزوره عشان جالي وقال لي تعالى لي سبحان الله. هذا يعتبر يعني كل هذا النوع من أنواع يعني الشرك والعياذ بالله. فالرافضة من عباد القبور الذين يعتقدون أن أرواح الموتى تتصرف بعد الموت فتقضي الحاجات وتفرج الكروبات، وده ظاهر واضح يا جماعة. اللي بيذهب عند البدوي بترى الناس هناك بتروح بخشوع وخضوع واعتقاد أن البدوي فعلا له تصرف، ولما بيدخل أو بيخرج من القبر بتجد أن هو بينزل احترام شديد لصاحب هذا القبر وكأنه يراه وكأنه يعلم حاله وكأنه يرى ما يقول ويعلم ما يفعل. كذلك أيضا من الشرك الاستسقاء بالنجوم، وذلك باعتقاد أنها مصدر السقيا وأنها التي تنزل الغيث بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك أن يعتقد أنها تتصرف في الكون بالخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو بالشفاء أو المرض أو الربح أو الخسارة، فهذا كله من الشرك الأكبر. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم لله سبحانه وتعالى أنكم تكذبون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه الأشياء وهو الفاعل حقيقة لهذه الأشياء وأن هذه أفعال لله لا يملك أحدا أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى فيها. وكذلك قال النبي أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. طيب في مسألة مهمة جماعة في يعني في هذه الاعتقاد النجوم أو نحو ذلك، وده برضو هيجي معنا في التكلم عن أو الحديث عن التنجيم. المشكلة إن في بعض في فرق ما بين الاستسقاء بالنجوم، يعني الاستسقاء بالنجوم أن الناس بيعتقدوا أن النجم الفلاني هو مصدر المرض وأن النجم الفلاني هو مصدر المطر والنجم الفلاني هو مصدر الخير وأن النجم الفلاني لو طلع في المكان الفلاني يبقى هيحدث من الأحداث كذا وكذا وكذا، فأن هذا النجم معناه أنه هو له تصرف في هذا الفعل، وأن النجم الفلاني لو جه في طريق المدار الفلاني أو المسار الفلاني يبقى معنى ذلك أن فلان هيموت أو هيعيش. لا، ده كله اعتقاد بأن النجوم نفسها لها فعل ولها تصرف في الكون. فطبعا سبحان الله هذه كلها اعتقادات باطلة وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي بيدي كل هذه الأفعال هو الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا معنى يعني الحديث عن ذلك في الشرك في الأسماء والصفات. طيب ده أول يعني نوع من شرك الربوبية. خلي برضو حد يعرفه كده ويقول لنا الصور بتاعته اللي احنا قلناها. جميل والله، حاجة تفتح النفس. يلا اتفضل. جميل. الله يفتح عليك. تمام. تمام. طب جميل. طب الصور بقى اللي احنا ذكرناها برضو اللي في شرك في غلاة الصوفية او في الرافضة او الشيعة، مين اللي بيتكلم؟ طب احلف كده انت ماشي. طيب اللي كمان الاستسقاء بالنجوم، ده نوع من انواع الشرك ويعني من اهم صور الشرك اللي بيقع فيها بعض الناس، ويعتقد ان النجوم لها تصرف ولها من الخلق والرزق والتدبير وغير ذلك. طيب الشرك في الأسماء والصفات، وهو أن يجعل الله سبحانه وتعالى مماثلا في شيء من الأسماء أو الصفات أو يصفه تعالى بشيء من صفات خلقه. فمن سمى غير الله باسم من أسماء الله تعالى معتقدا اتصاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا الاسم مما اختص الله سبحانه وتعالى به أو وصفه بصفة من صفات الله تعالى الخاصة به فهو مشرك في الأسماء والصفات. يعني واحد يسمي نفسه العزيز، واحد يسمي نفسه الجبار، واحد يسمي نفسه الهادي. طيب لو سمى نفسه يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا، لأن في بعض الناس بتسمي هذه الأسماء الهادي
او العزيز، لو سمى نفسه هذا الاسم مجرد بس ايه يعني فخرا بالاسم بس، او مجرد عن نوع من العادة اللي بتجري فيه الناس ان هم يسموا مثلا، يعني اسم الهادي ده احيانا منتشر في تونس، ولذلك كان في حتى بعض المشهورين هناك اسمهم الهادي، فلذلك فده مجرد على عادة القوم، فهذا يعتبر نوع من انواع الشرك الاصغر. تمام، وده هيأتي معنا ايضا في التسمي بعبد النبي او عبد الرسول او نحو ذلك، ده شرك اصغر. اما لو سمى نفسه معتقدا انه فعلا هادي، او معتقدا ان هذا عزيز له العزة والغلبة والقوة، او انه مثلا القوي لانه هو القوي الذي يملك القوة، يبقى معنى ذلك ده شرك اكبر والعياذ بالله. فلذلك التسمي بهذه الاسماء او التسمي باسماء الله عز وجل وصفاته قد ينقسم الى شرك اكبر وشرك اصغر على حسب فعل العبد او على حسب نية العبد. وده هيخلينا دايما نرجع لمسألة مهمة، مسألة اللي هو ايه، لو انا دلوقتي شفت واحد اسمه الهادي، ابسط حاجة لو احنا بنقع في الاخطاء اللي هي بتاعة التكفير هقول ده كافر، صح؟ طيب لو انا جبت الشخص ده وقلت له يا ابني انت اسمك الهادي ازاي، او مين اللي سماه، يقول لك والله ده ولا اعرف هادي ولا غيره، ده انا والدي سماني بالاسم ده والاسم ده منتشر عندنا في بلادنا او نحو ذلك، فهذا لا يدخل في باب الشرك الاكبر المخرج عن الملة. اما انت لو جبت وقلت له مين يا ابني اللي سماك الهادي، يقول لك ده انا اللي رحت سميت نفسي الهادي وانا اسمي كذا في البطاقه لان انا سبب في هدايه الناس. وده وقع في بعض الناس اللي ادعوا النبوه او ادعوا الالوهيه، فعلا وقع من بعض الناس ذلك، فهذا يدخل في باب الشرك الأكبر، وقد أقيمت عليه الحجة وقد علم أن هذه الصفة مختص بها الله سبحانه وتعالى وحده. فوضحت المسألة في الفرق؟ يغير اسمه، يجب عليه أنه هو يغير اسمه لأن ده اسمه، ومش هيغير حتى هو لو كان يجهل قبل ذلك وعلم فيغير اسمه. ولذلك كثير من الناس اللي بيسمى مثلا بعبد النبي او عبد الرسول بيروح يغير اسمه في البطاقه، او حتى لو معرفش يغير اسمه في الاوراق الرسميه على الاقل بينشر اسمه ما بين الناس بالاسم المشهور بعبد رب النبي او عبد رب الرسول، فحتى لا يدخل في باب الشرك. فيعني هذا في باب اسماء الله عز وجل وصفاته يدخل في الشرك، لان هذه الاسماء والصفات مختص بها الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من انواع تنزيه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه احنا بنتكلم بقى نوصلك ايه يا عم التشدد ده وليه بتقولوا كده، ده يا جماعه تنزيه لله سبحانه وتعالى. لو في ملك او وزير او مثلا بعض الناس الذين لهم بعض الصفات في بلد من البلاد، ده لدرجه ان بعض احيانا هقول لكم حاجه يا جماعه، الزي العسكري دلوقتي لو حد لبسه ايه اللي بيحصل له؟ ده قضيه، ده يسجن فيها، صح؟ عشان مجرد ان هو تزي بزي بس مخصص لهذه الطائفه، صح يا محمود؟ طيب مجرد بس ان هو تزي بزي خاص بهذه الطائفه، طب ما بالكم لو حد تزي باسم الله سبحانه وتعالى، تسمى باسم الله سبحانه وتعالى. فلذلك فالامر ولله المثل الاعلى، فالامر في تنزيه لله سبحانه وتعالى الا يتسمى احد باسم الله سبحانه وتعالى، ده تنزيه لله سبحانه وتعالى ومن علو شان الله سبحانه وتعالى. فالموضوع مش تشدد ولا الموضوع في تكفير للناس، لا، هذا يعني من تنزيه الله سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته. وكذلك من وصف الله تعالى بشيء من صفات المخلوقين، يعني الصوره الاولانيه خلوا بالكم يا جماعه عشان دي صورتين، الصورة الأولانية أن يتسمى أحد المخلوقين باسم الله أو يتصف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طب الثانية العكس، أن يسمي الله سبحانه وتعالى أو أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفة أو اسم من صفات المخلوقين، فده برضو أيضا نوع من أنواع الشرك، لأن فيه يعني نقص في حق الله سبحانه وتعالى. من صور هذا الشرك أيضا اللي هو الشرك في الأسماء والصفات، الشرك بدعوى علم الغيب. طب خلي بالكم يا جماعه، يعني ان انا ممكن هنا بعض الناس يقول لك طب لو واحد بقى فاهم ومذاكر وقاري كويس هيقول لك ده هنا يعني، طب ايه المانع ان احنا كنا دخلنا ده في باب توحيد الايه او شرك الايه، شرك الايه الربوبيه، تمام؟ ولكن هنا المصنف او العلماء لما بيتكلموا عن علم الغيب فهم يتكلمون عن صفه الله سبحانه وتعالى التي هي العلم، فلذلك فتدخل في الشرك في الاسماء والصفات. فاعتقاد الشرك بدعوى العلم ان واحد يعلم الغيب، وهذا الغيب يا جماعه ينقسم الى عده اقسام، في غيب مستقبلي، تمام، في حاجه هتحدث، يعني انا مثلا دلوقتي وانا قاعد اقول لك ده هيدخل عليكم مثلا فلان، ده علم مستقبل لا اعلمه ولا يعني يصح للانسان ان يعلمه. في علم عن الانسان يكون حاضر في مكان اخر، وهذا ما يعمله احيانا او يفعله بعض الكهان، ان هو يكون مثلا شيء اتسرق، تمام، وهو موجود في المكان الفلاني فهو غيب عنا الان، ولكن هو ليس غيب عن الفلان الذي وضعه مثلا في هذا المكان الذي سرق فيه به. طب انت دلوقتي انت قاعد هنا في نفس المكان، انت عارف ايه اللي بيحصل في الاوضه هناك؟ مش عارف، يبقى ده غيب بالنسبه لك ولا لا؟
ده غيب، ولكنه غيب حاضر لبعض الناس الآخرين. فهناك غيب مستقبلي الذي يكون سيحدث في المستقبل، وهناك غيب حاضر لبعض الأشخاص الآخرين، وهناك غيب ماضي. هناك غيب ماضي. يعني إيه الغيب الماضي؟ الغيب الماضي ده اللي حدث قبل ذلك في بعض الأزمنة الماضية وأنت لا تعلم. يعني لو قلت لك دلوقتي أنت عارف مثلا أن امبارح حصل كذا أو كذا أو سرق كذا أو كذا أو قتل فلان، هتقولي لا ما أعرفش، ده غيب ماضي لأنه حدث خلاص في الماضي. الفرق واضح؟ طيب، فمن ادعى علم الغيب أو اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، فكل ما لم يطلع عليه كل أنواع بقى الغيب اللي احنا اتكلمنا عنها دي يا جماعة، الحاضر والماضي والمستقبل، كل أنواع الغيب لا يدعيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولن يعلموا به بإحدى الحواس الخمس، يعني شيء أنت ما شفتوش أو سمعت عنه أو حتى شميت. ما أنا ممكن أبقى قاعد هنا وقول لكم يا جماعة في حاجة بتتحرق هناك، ما دي عرفته بإيه؟ بحاسة من الحواس إن أنا شميت حاجة بتتحرق، ده غيب عننا دلوقتي صح؟ بس أنا أدركته بحاسة من الحواس، وما يعتبرش غيب، ده لا يدخل فيه الغيب. أو أنا ممكن مثلا أكون قاعد معاكم دلوقتي أقول لكم خلي بالك مثلا ده في حد هناك، في طفل بيعيط أو طفل بيصرخ، ده لأن أنا سمعته بأذني، ده ما يعتبرش غيب. ولم يعلمهم بإحدى الحواس الخمس، فهو من علم الغيب، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال جل شأنه إنما الغيب لله، وقال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولذلك يا جماعة يعني هذه الأشياء احنا برضو مش عايزين نتدارس هذه الأشياء على الصورة الجامدة. أنا مش عايز أمر على هذه الأشياء التي فيها ذكر لقدرة الله سبحانه وتعالى وذكر لعلو شأن الله سبحانه وتعالى وذكر لعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ومر عليها وعديها كده أن هي دراسة نظرية بحتة، أن أنا بحفظ الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لا، ده لا يصح. هذه الأبواب يعني من أجمل ما فيها ومن أحلى ما فيها أن أنت تتدبر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح. أنت لو معاك يا جماعة سبحان الله يعني شوية مية في إيدك كده، شوية مية في إيدك بس، سبحان الله هل تعلم عدد يعني قطرات الماء التي في هذه القبضة؟ سبحان الله أنت مش عارفها، وأنت حتى ماسكها في إيدك وأنت مسيطر عليها سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم يعني عدد قطر البحار وعدد يعني عدد رمل الرمال والصحراء، ويعلم أين تتصرف هذه الأشياء وأين تذهب وأين تروح وأين تجيء وماذا يفعل بها وفيها. سبحان الله هذا كله يعني يغيب عنك. سبحان الله هذه الأشياء لما الإنسان يتفكر فيها يعني هذا يزيد حبا لله سبحانه وتعالى، وتقديرا لملكوت الله سبحانه وتعالى، وتقديرا لصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء حين تتملك من قلب العبد فتدفعه إلى كثرة خشية الله وكثرة الخوف من الله سبحانه وتعالى وكثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ودي ثمرة اللي انتوا تفتكروا اللي احنا ما اتكلمنا فيه على ايه، ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. احنا مش بندرسها يا جماعة كده ونمررها يعني قوالب جامدة ان باب كذا نفعل فيه كذا وكذا ونقرأ فيه كذا. سبحان الله ده من أجمل الأشياء في العقيدة، ان انت تتدبر كل هذه الصفات التي يعني هي لله سبحانه وتعالى وحده، وتتدبر معنى الصفة وتتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، ان انت عارف ان ربنا وحده هو الذي يعلم الغيب، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الناصر، وان ربنا سبحانه وتعالى وحده هو الذي يفرج الكروبات، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء وما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون. كل هذه الأشياء لو علمها العبد وتفكر وتدبر فيها يا سبحان الله يشعر من معية الله سبحانه وتعالى ومن القرب من الله ما لا يعني يوصف وما لا يعني نستطيع أن نتحدث عنه أو نصف يعني شأن هذا القلب الذي يشعر بهذه المعاني. فمن ادعى أن أحدا من الخلق يعلم الغيب فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن في ذلك ادعاء مشاركة الله تعالى في صفة من صفاته الخاصة به أو الخاصة به وهي علم الغيب. طيب من أمثلة الشرك بدعوة علم الغيب الاعتقاد أن الأنبياء الاعتقاد، خلي بالك من كلمة الاعتقاد، واحد ما بيعملش حاجة بس بيعتقد بقلبه في قلبه في قرارة نفسه أن الأنبياء والأولياء دول عارفين كل حاجة، وهو لم يتحرك ولم يذهب حتى للبدوي ولا يروح لقبر فلان ولا يتمسح بقبر علان، ولكن في قلبه اعتقد بس ان هذا الولي او هذا النبي او هذا العبد او هذا الكاهن او 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 يعلم الغيب. اول شيء اعتقاد ان الانبياء او ان بعض الاولياء والصالحين يعلمون الغيب، وهذا الاعتقاد يوجد عند غلاة الرافضة وعند بعض غلاة المتصوفة. لذلك درجة يا جماعة بيقولوا يعني ده الاولياء يعلموا ما في الارحام،
وزي ما انا نقلت لكم بعض كلام غلاة الصوفيه للشيخ علي الجافي من غلاة الصوفيه، ولذلك يحذر منه اشد التحذير ولا يسمع ابدا لهذا الرجل ولا امثاله من غلاة الصوفيه، لان كلامه واضح في هذه المساله، كلامه والعياذ بالله شديد وخطير في هذه المساله. فيعني يتكلم بان الاولياء يخلقون الاجنه في بطون يعني الارحام او في بطون الامهات او في ارحام الامهات، ده كلام نصا من هذا الرجل بصوته، يعني مش كلام نقل عنه او يعني نحو ذلك. فهذا مصيبة من المصائب، لأن هذا يدخل في باب الشرك في يعني توحيد الله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك تجدهم يستغيثون بالأنبياء والصالحين الميتين وهم بعيدون عن قبورهم. يعني سبحان الله، وهو مجرد أنه بعيد عن القبر يقول لك مدد يا بدوي، مدد يا بدوي ليه؟ لأن هو معتقد أن البدوي هيغيثه أو هينفعه، فهو يعتقد أن البدوي يعلم الغيب أو يستطيع أن ينفع أو يضر أو يستطيع أن يوصل إليه أو يفرج له الكرب، يقول لك مدد يا حسين، فدي مصيبة. لذلك كلمة مدد أو شلها يا بدوي، أول ما يقول لك التمنين يقول لك من طنطا، يقول لك شلها يا بدوي، شل مين يا ابني؟ هو البدوي يعرف يشل؟ ده هو مشلول أصلا دلوقتي، ولا تصريف له ولا ملك له، فيقول لك شلها. سبحان الله، هذه الكلمة في حد ذاتها اعتقاد، هو شيء متوارث وشيء الناس معتقداه، فلذلك هي حتى الآن بتقال، يعني مجرد شيء دارج على اللسان. لذلك طبعا حتى لو حد قالها ما تقولوش يا كافر، يبقى انت كده لسه ما اتكلمناش على الكلام اللي هو بتاع تكفير المعين، لان هذه الكلمة تقال على الألسنة من باب بس مجرد ان هي دارج، شيء دارج على اللسان وهو متعود عليه. اول ما يقول لك التنطاط يقول لك شلها بدا، هو من لا فاهم كلمة شلها ولا في اعتقاده ممكن ان البدوي ينفع او يضر، ولكن بيقول هذه الكلمة يعني عبثا وجهلا بمعنى هذه الكلمة. ويدعون بعض الأحياء وهم غائبون عنهم ويعتقدون أنهم جميعا يعلمون بحالهم وأنهم يسمعون كلامهم، وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة. ولذلك بص يا جماعة، وإحنا بندرس كل باب الشرك والكفر ده، خلي بالك من حاجة مهمة جدا. فضل. طول ما أنت بتقرأ في كل كتاب أو في الباب اللي هو بتاع الكفر والشرك ده، هتلاقي يقول لك إيه؟ ويدعون بعض الأحياء وهم ويعتقدون أنهم جميعا كذا كذا، وهذا كله شرك أكبر. الفعل نفسه شرك. يبقى احنا جماعة في نقطة مهمة جدا واحنا بنؤصل الكلام عن الشرك والكفر، ان في فرق ما بين الفعل والفاعل. يعني ايه؟ يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده وصف للفعل وليس وصف للفاعل، ده وصف للفعل وليس وصف للفاعل، لأن الفاعل قد تكون عنده من الموانع التي لا تجعله كافر. وذلك هيرد معنا بعد ذلك في حديث مشهور جدا عن معاذ ابن جبل لما سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل السجود عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. طب السجود لغير الله كفر ولا مش كفر؟ وشرك ولا مش شرك؟ طب هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ؟ طب هل حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل رسالة يوالي بها الكفار في قريش، موالاة أهو، موالاة ولا مش موالاة؟ موالاة، ولكن كان متأولا. فهذا الفعل، هذا الفعل نفسه فعل كفر وفعل شرك، ولكن لما كان يعني حاطب متأول وقال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك كفرا ولا ردة عن دين الله، والله ما فعلت ذلك كفرا ولا ردة. فلذلك يا جماعة وإحنا بنتكلم عن الشرك والكفر والنفاق وكل هذه الأشياء، هتجد هناك فرق ما بين الفعل، وصف الفعل إن الفعل ده كفر، إن الفعل ده شرك، إن الفعل ده نفاق، وما بين الحديث عن الفاعل بذاته بعينه، إن الفاعل لهذا الفعل محمد لو عمل كذا كافر. لا، ما أقدرش أقول كده، ولم يقل ذلك أحد من العلماء. وقد ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسألة أن القرآن مخلوق، احنا فاكرين لما اتكلمنا في المسألة دي، ودي مسألة كفرية، ومن يقول القرآن مخلوق فهذا قال قولا كفريا. ولما مات المعتصم، ولما مات الذين كانوا يقولون بهذا الكلام في عهد الإمام أحمد بن حنبل، استغفر لهم، استغفر لهم وقال إيه؟ أعلم أن كلامكم كفر، ولو قلت بكلامكم لكفرت. ليه؟ لأن أنا عارف وإن هذا الكلام كفر. ولذلك لم يكفر الإمام أحمد المعتصم الذي كان يعذب الإمام أحمد في هذه المسألة، ولم يرد عنه. لذلك في كتاب جميل جدا اسمه منهج الإمام أحمد في المحنة، أو منهج الإمام أحمد النقدي في المحنة، ده أظن بتاع الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان أظن، يعني على ما متذكر. هو كتاب بسيط جدا، نزلوه PDF حتى وقرأوه، حوالي 90 صفحة مش أكتر من كده، كتاب هيخلص منك فقط. هتجد سبحان الإمام أحمد يا جماعة، إمام أهل السنة والجماعة، إحنا لا نتكلم في هذه المسائل باجتهاد، أو لا نتكلم في هذه المسائل بعاطفة، أو لا نتكلم في هذه كل الكلام منقول عن العلماء. هتجد إن الإمام أحمد هناك بعض العلماء معه في بعض العصر قالوا بقول أن القرآن مخلوق،
ولكن كيحيى بن معين، عارفين يحيى بن معين ولا يا جماعه؟ يحيى بن معين امام اهل السنه والجماعه وامير المؤمنين في الحديث، قال ذلك خوفا وتعوذا من هذه الفتنه. علي بن المديني، عارفين علي بن المديني ولا؟ في منزله الامام احمد في الحديث، ومن علماء الحديث ومن اكبر يعني من كان له شانا في علم الحديث النبوي، ولكن قالوا ذلك يعني مداراه ومداهنه لهؤلاء الجهال. فهل يكفروا؟ هل نقدر نكفر علي بن المديني ولا نكفر يحيى ابن معين ولا هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذه الكلمة مجرد تعوذا؟ بل حدث ان بعض هؤلاء العلماء اظنه كان يحيى ابن معين يعني قال حديثا بطريقة من طرق التعريض حتى يستدل على كلامه وعلى ان القرآن بقى مخلوق خلاص، وعشان نخلص من الموضوع ده وما نعذبش فيه بهذا التعذيب الشديد او نسجن او نمتحن على هذه المسألة كما امتحن الامام احمد. فلذلك خطأه وكذبه الإمام أحمد بن حنبل، وقال هو يعلم أن هذا الحديث لم يقله فلان بهذه الطريقة، ومجرد بدل كلمة مكان كلمة غيرت معنى الحديث. وهذا هؤلاء علماء، وهؤلاء يعني سبحان الله لهم من شوف من أول بقى قصة يعني معاذ بن جبل لحاطب بن أبي بلتع لما فعل الإمام أحمد مع الذين قالوا قولا كفريا، مع الذين فعلوا كذلك أيضا مع الإمام محمد بن عبد الوهاب في عهده وفي عصره، ولم يرد أن مذهب العلماء في ذلك يعني تكفير المعين على الإطلاق. وفي مسألة مهمة لما هنتكلم عن مسألة تكفير المعين أيضا، أن مسألة أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعين على الإطلاق ده غلط، ده غلط برضه. ليه؟ لأن المعين إذا ما قامت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع وثبتت فيه الشروط فيكفر، ولا مانع في ذلك. وقد كفر الإمام أحمد بن حنبل بعض الذين قامت عليهم الحجة، هناك بعض العلماء الذين قالوا بأن القرآن مخلوق الإمام أحمد كفرهم كفرا صريحا أن فلان كافر. ليه؟ لأن هذا علم وهذا عنده من الحجة وهذا قامت عليه الحجة وهذا فهم مراد الله سبحانه وتعالى في كلامه، فهذا يكفر وقد قامت عليه الحجة وانتفت عنه موانع التكفير. فالكلام يا جماعة في هذه المسألة في غاية الخطورة، والله أشد من أشد البدع التي ظهرت في الإسلام وأضرت بالمسلمين هي بدعة التكفير. وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة التكفير. أول بدعة يا جماعة خرجت كانت بدعة إيه؟ الخوارج الذين كانوا يكفرون الصحابة. في أكثر من كده يا جماعة بيكفروا الصحابة، وهذا الأمر والله يصل في النهاية لأن تكفر الصالحين وتكفر أولياء الله عز وجل وتكفر العلماء، وإحنا قاعدين بس مدين رجلنا وفلان كافر وفلان كده. فيعني هذا من أخطر المسالك ومن أخطر البدع اللي ظهرت فيه الأمة الإسلامية في كل مراحل التاريخ. ولذلك حتى المشاهد دي حاجة غريبة جدا يا جماعة، الخوارج كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام يعني فتنة الصحابة، الخوارج دول كان عندهم غلو شديد صح؟ وده مشهور جدا، ولكن كان أيضا عندهم غلو شديد في العبادة. يعني الخوارج دول في العبادة كانوا نماذج غير عادية، يعني يحقر أحدكم إيه؟ صلاته الى صلاته. يعني انت تبص الى صلاه فلان يا نهار ابيض، ده فلان بيقوم الليل كله، فلان لما بيقوم يصلي بيصلي ويعني يصوم النهار ويقرا من القران، ولكن في الاخر سبحان الله مبتدع لم يتدين بدين الله سبحانه وتعالى الصحيح ولم يعتقد اعتقاد اهل السنه والجماعه. الغريب بقى ان في ايامنا ان هذه البدعه تنتشر، يعني واحنا قاعدين ممددين وتجد الناس تفرط في الصلوات الواجبات الفرائض، وتجد الانسان حتى لا يقرا، يعني مش تحقرون بقى صلاتكم الى يعني كسل وتهاون في دين الله عز وجل وتهاون في الفرائض وتهاون في الدعوه الى الله عز وجل وتهاون في طلب العلم الشرعي، ثم بعد ذلك نطلق كلمه التكفير يعني بدون اي ضابط وبدون اي علم وبدون اي يعني شيء يمنع الانسان من هذه البدعه الخطيره. طيب الشيء الثاني فيه الشرك فيه الاسماء والصفات، الكهانه. عارفين يا جماعه الكهان دول صوره بسيطه منهم جدا اللي تلاقيها ماشيه مثلا في بعض الاماكن، مثلا تقول لك ايه بضرب الودعه، وبعض الناس اللي بتدعي علم الغيب من الكوتشينه يجيب لك الكوتشينه ويقول لك مش عارف كذا قدام كذا مش عارف يحصل قراءه الفنجان، بعض الناس يقول لك ده هقرا لك الفنجان فبس اقلبه بطريقه معينه والفنجان هيترسم فيه بعض الرسوم المعينه، هذه الرسوم هتدل على ان انت يحصل لك كذا يوم كذا. تمام، قرايه الكف، قرايه الكف دي صوره من صور الكهانه، ده انت ايدك فيها تعريك مثلا تدل على ان عمرك هيبقى كذا، ده غيب ولا مش غيب يا جماعه؟ غيب، هي قرايه الكف كلها كده، وان عمرك مثلا هينتهي عند محطه كذا اللي فيها كذا، وان انت هيولد لك ولد في يوم كذا، ما هو مكتوب في ايدك كل الكلام على كلامه بقى، هو لا مكتوب في ايدك ولا في ظهرك، ولكن هو كله جهل في جهل، ويعني كلام ممكن يصيب احيانا الحق واحيانا لا يصيب، وما هي الا كهانه واستعانه بالجن. وبعض الناس يا جماعه من الناس دي احيانا لا بيكون عندها جن ولا يحزنون، ولا هو اصلا يعني لو طلع له جن هيطلع يجري ولكن هي المشكله كله بايه؟ تجاره،
يعني تعالى انت شكلك كده ابن ناس تمام وشكلك كده لابس نظيف وبتاع، يبقى انت ربنا هيفتح عليك وهتبقى غني وربنا ان شاء الله هي واحد مثلا شكله فقير شويه او لبسه متواضع، ده انت يعني مسدوده في وشك يا ابني وانت هيحصل فيك كذا، او اول ما تطلع من هنا هتفقد فلوس معاك وانت مش هيجي لك رزق. واحد تاني مثلا شكله صحته ضعيفه، ده انت عندك مرض شديد والمرض ده هتموت منه. ما هي سبحان الله فهلوه زي ما نسميه، يعني بعض الناس لا عندها جن ولا معرفه بالغيب ولا بتاعه لكن فهلوه، ويعني لو سالته عن اي حاجه من حاجات يقول لك يا ابني لا جن ولا بتاع ده هو اكل عيش، فهذا ايضا لا يكفر، وهذا ايضا مجرد جهل، وهذا شرك يكون في حقه شرك اصغر ولا يكون في حقه شرك اكبر، لانه يعني لا يدعي الغيب ولكن هي فهلوه مجرد يعني لعب بهذه الاشياء. الكهنه في حد ذاتها شرك اكبر، شرك اكبر. هو بقى اذا كان هو بيستهبل وكده ده شرك، ده شيء هيفصل على حسب حاله، زي ما احنا قلنا التسمي مثلا باسم الله عز وجل او صفه من صفاته ده شرك اكبر، ولكن قد يختلف الحال ويدخل في انه يكون شرك اصغر اذا كان يفعل ذلك تقليدا او جهلا او سعيا لطلب مال او نحو ذلك. تمام. الكاهن هو الذي يدعي انه يعلم الغيب. طب الكاهن يا جماعه مختلف عن السحر؟ الكاهن مختلف عن السحر؟ اه مختلف طبعا، اختلاف كبير جدا يعني. احنا في المصنف هنا في بعض المسائل بعد كده قد يتكلم عن السحر، ولكن هو ما فصلش فيها هنا، هو فصل في الكتاب الاصلي بتاعه لان ده مختصر طبعا عن الكتاب الاصلي. ومثله او قريب منه العراف او الرمال، فكل من ادعى انه يعرف علم ما غاب عنه دون ان يخبره به مخبر، او زعم انه يعرف ما سيقع قبل وقوعه فهو مشرك شركا اكبر، سواء ادعى انه يعرف ذلك عن طريق الحصى او عن طريق حروف ابجاد او عن طريق الخط في الارض او عن طريق قراءه الكف او عن طريق النظر في الفنجان او غير ذلك، كل هذا من الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكه او تكهن او تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب من أتى كاهنا يا جماعة؟ إحنا اتكلمنا عن حكم الكاهن نفسه. طيب من أتى كاهن؟ واحد راح يا جماعة يصدق هذا الرجل في أنه يعلم الغيب، وفي أن هذا الرجل سيخبره بمكان كذا في المكان الفلاني، وأن فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر، وهذا يعني مصيبة من المصائب، لأنه يعني يذهب إلى فلان في اعتقادي أنه يعلم الغيب. طيب واحد راح على سبيل يعني السخرية أو على سبيل تضييع الوقت، أو يا عم تعالى ما نشوف فلانة الفلانية دي بتعمل إيه وتقررنا الكف ولقررنا الفنجال أو نحو ذلك، فهذا لا يكون شركا أكبر، ولكن لا تقبل منه صلاة 40 يوم، لا تقبل منه صلاة 40 يوما. ففرق ما بين اللي يذهب للكاهن يصدقه ويعتقد ما يقوله، فرق ما بين الذي يذهب ولا يصدقه، فهذا لا تقبل منه صلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اعتقاد بعض العامة أن السحر أو الكهان يعلمون الغيب، برضو خلوا بالكم يا جماعة في نفس المسألة دي، إيه الملاحظ فيها؟ اعتقاد مجرد أنه ما راحش ولا خطب برجله ناحية هناك، ولكن هو يعتقد أن الكاهن الفلاني أو الدجال الفلاني أو المشعوذ الفلاني أو الساحر الفلاني يعلم الغيب، وممكن يدل الناس عليه يقول لك ده أنا أعرف واحد كويس هيعرف لك الحاجة اللي سرقت منك فين. ما دي مصيبة يا جماعة، وهذه من للأسف من الجهل المنتشر فيك، يقول لك ده أنا عرف لك حاجة سرقت منك، طب تعالى نروح لفلان يدور لنا عليها، ما هي دي الصورة اللي بتحدث، فهذا من ادعاء الغيب أو تصديقهم له في دعواهم معرفة ما سيقع في المستقبل، فمن اعتقد ذلك أو صدقهم فيه فقد وقع في الكفر والشرك المخرج من الملة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب التنجيم، ودي مسألة يا جماعة في غاية الأهمية، لأن دي احنا بنتعرض ليها، كل المسائل دي يا جماعة مسائل عملية مش كلام نظري، يعني أنا في المسائل اللي احنا بنتكلم فيها دي شايف ان هي المسائل دي تقراها مرة واثنين وثلاثة وتحفظها وتعيدها مرة واثنين وثلاثة، لأن أحيانا بيحدث فيها خطأ شديد حتى من بعض الذين يعلمون، ممكن بينسى بس، وانت قاعد مع واحد كده يقول لك انت ساعتك اتسرقت، اه طب تعالى نروح لفلان، تروح رايح معاهم انت ناسي مش على بالك. فهذه الأشياء ليه؟ لأن الإنسان لم يعتد يعني قراءة هذه المسائل ومباحثة هذه المسائل وسماع هذه المسائل، فممكن يكون سمع زمان مرة إن إتيان العراف أو الكاهن أو الكلام ده حرام، ولكن خلاص ما هو بقاله سنتين ثلاثة ما سمعش الكلام ده تاني ولا عمره راح المسجد تاني بعد كده. ففضل دكتور سؤال، لو راح وهو ليه يعتقد حد يكون منه صلاة بينه؟ آه طب لو هو يعتقد يبقى كفر، اه بس هو هل هو بقى يكفر ولا لا؟ ده كلام تاني نتكلم عنه، هذا الفعل في حد ذاته كفر وشرك اكبر.
ولكن هل هو يكفر ولا لا يكفر؟ ده بقى تكفير المعين اللي احنا هنتكلم عليه لسه بعدين. هل له كفارة ولا لا؟ لا ليس له كفارة، ده التوبة، الكفارة منها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن هو يتوب من ذلك ويندم عليه. طب وحتى لو افترضنا الإنسان كان بيعتقد ذلك اعتقادا حقيقيا، يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعل ذلك، لأن سبحان الله أي باب يا جماعة، وده السؤال بتاع محمود ده كويس، أي باب من أبواب الشرك أو الكفر حتى لو الإنسان وقع منه شيء في يعني في هذا جهلا أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر. وده يا جماعة يدلنا على باب تاني، مسألة تكرار التوبة، مسألة إن إحنا في حاجة إلى التوبة يعني مرارا وتكرارا، لأن أحيانا هذه الأشياء تكون حدثت من الإنسان سهوا أو نسيانا أو جهلا أو يعني حدثت منه فترة من الفترات وهو ما كانش يعرف أن هذا الشيء محرم وأن هذا الشيء يدخل في أبواب الكفر. فيعني ده يحتاج دائما إلى تكرار التوبة والاستغفار في كل صلاة وفي كل سجود، ويعني الإكثار من التوبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. طيب التنجيم أيضا يدخل فيه أبواب يعني الشرك في الأسماء والصفات، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية المستقبلة. يعني إيه؟ يعني يا جماعة بالتنجيم ده زي اللي هو باب إيه؟ باب الأبراج والنجوم. يقول لك ده اللي هيولد زي لو كملنا الكلام ونشرحه في الآخر، وذلك أن المنجم يدعي من خلال النظر، وده يا جماعة ده في قنوات دلوقتي كاملة لهذا الأمر، قنوات بتدعي بقى يتصل ده أنا حصل لي كذا أو أنت برج إيه برج كذا في يوم كذا طب يبقى حصل لك كذا أو. وذلك أن المنجم يدعي من خلال النظر في النجوم معرفة ما سيقع في الأرض من منجر من نصر لقوم. وذلك أن المنجم يدعي من خلال النظر في النجوم معرفة ما سيقع في الأرض من مسألة النصرة للقوم أو نصر القوم أو الهزيمة للآخرين أو خسارة. ده بيحدث كمان يا جماعة، عارفين قصة العقرب أو الشيء اللي هو بيتنبأ بنتيجة المباريات اسمه إيه؟ أخطبوط. بس اسمه إيه؟ حد يفكرنا باسمه كده، ليه اسمه مشهور يعني ده في ماتش كذا وكذا يتنبأ مش عارف يعملوا ايه فيبدأ يعمل مش عارف يختار ورقة او يعمل حاجة. فسبحان الله يعني وصلنا حتى للحيوانات ان هي تتنبأ، وسبحان الله شوف يعني شركي مش بالانسان حتى. طب الانسان اللي قدامك عاقل وقد يعني يظن الانسان في اللي قدامه ان هو يعني، طب بس في حيوانات. ف وهذا لا شك من دعوى علم الغيب فهو شرك بالله تعالى، ومما يفعله كثير من المشعوذين والدجاجلة أن يدعي أن لكل نجم تأثيرا معينا على من ورد فيه. دي الأبراج بقى يا جماعة اللي انت كل يوم بتلاقيها مكتوبة عندنا في الجرائد. الله يفتح عليك، السؤال ده مهم لأن احنا فعلا هنفصل فيه حالا، هنتكلم على مسألة الأخبار دي. فيقول فلان ولد في برج كذا فسيكون سعيدا، وفلان ولد في برج كذا فسيكون حياته شقاء ونحو ذلك، وهذا كله كذب ولا يصدقه إلا جهلة الناس وسفهاؤهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة. طيب يبقى المسألة الأخرانية دي يا جماعة يدخل فيها مسألة الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث. مسألة الأبراج المشهورة جدا اللي انت كل يوم بتشوفها في الجرنان، برج الدلو وبرج الحمار وبرج الكلام ده كله، تمام؟ هي المفروض تسمى برج يعني أسماء حتى غريبة نفسها، برج العقرب برج، وهو كل هذه الأشياء لها دلالة معينة في علم الأبراج، وان انت لو فلان اتجوز فلانة وهي برج كذا وهو برج كذا يبقى البرج الناري مع البرج المائي هتحصل يروح في 60 داهية هما الاثنين. كلام كله سبحان الله شعوذة ودجل، وللأسف ان في ناس حياتهم مبنية على كده يا جماعة. في ناس يوميا ما يقدرش لو صحي الصبح وقرا في الابراج ان انت يومك اسود ومنيل الستينيلة يبقى خلاص مش نازل النهارده، النهارده يوم طيب وسعيد وهتقابل واحد، هيفضل طول اليوم مبتهج. ليه؟ لان هو قرا في الابراج ان هو النهارده يوم سعيد وجميل وهتقابل فلان اللي هو صاحبك وهيحدث ليك شيء. سبحان الله جهل، يعني سبحان الله يعني هذا من الجهل الواقع. فهذا يدخل كله في الشرك يعني الاكبر الذي هو شرك باسماء الله عز وجل وصفاته، لانه ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه. طيب يبقى يا جماعه قراءه الباب ده اصلا ممنوعه، مجرد القراءه حتى على سبيل السخريه هيدخل في نفس الحكم اللي قبليه، مساله الاعتقاد من عدم الاعتقاد. بعض الناس بتقراه على سبيل السخريه ولا يعتقد به، هذا الباب لا يقرا حتى مجرد القراءه ولا يسمع مجرد السماع على سبيل السخريه. ليه؟ لان انت مجرد هتسمعه مره هتقول يا عم ده كذب واشتغالاته كلها وكلام ملهاش لازم، تاني مره هتلاقي ان هو يعني طب ده ما اسمعه كده شوف ايه اللي بيحصل.
ده انت هتقابل فلان وانت نازل قابلت فعلا فلان، او حصل لك مثلا حاجه وحشه او حاجه كويسه على حسب الخبر اللي انت قراته او سمعته في هذا الباب، هيبدا قلبك يتوغل شويه. ثالث مره هتقول طب ما اقرا كده، ما اجرب كده، ما اشوف ايه اللي هيحصل. قريت ثالث مره حصلت، رابع مره خلاص بقى ده انت عندك اعتقاد انا كل ما اقرا بيحصل، وهذا سبحان الله من تلبيس الشيطان يعني لك، ويعني سبحان الله من يعني الفتن اللي بيقع فيها الانسان احيانا. زي ما احيانا يا جماعه يذهب احيانا بعض الناس للبدل او الدسوق ويكون فعلا لا ينجب فعلا، ومجرد ان هو يروح هناك ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بولد، فده اختبار وامتحان. والله هذا وقع في اختبار وامتحان لايماني، ابتلاء. ليه؟ لانه لو اعتقد فعلا ان البدوي والدسوقي هو اللي رزقه تبقى مصيب من المصائب، ولكن هذا ابتلاء واختبار وقع فيه حتى يعني هل ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى ام يشرك هذا الفضل لاحد غير الله سبحانه وتعالى. طيب هل يدخل في ذلك السؤال اللي عبد الله ساله، سؤال مهم، هل يدخل في ذلك مساله الكلام على النشره الجويه والامطار ونحو ذلك؟ لا، لا يدخل في ذلك هذا الكلام. ليه؟ لان هذه الاشياء الاخرى اللي هي الامطار ونحو ذلك هي مجرد استدلال ببعض الاحوال التي تحدث على ان في علامه قرب، مثلا ان في هطول امطار، او ان الموسم ده كل سنه بيبقى موسم امطار، او ان الجو مثلا النهارده مغيم في المنطقه الفلانيه واحنا بنتبعها مثلا في المنحنى الجوي، يبقى معنى ذلك ان هي بعديها بساعتين ثلاثه هيجي لنا المطر ده. ده مش استدلال بالغيب ولا نوع من انواع الكهانه ولا نوع من انواع ادعاء علم الغيب، ولكن هو علامات علميه، ده شيء علمي بحت لا يدخل فيه علم غيب ولا يدخل فيه ادعاء علم الغيب. فالنشره الجويه، ولذلك بعض العلماء قال يفضل ويستحب حتى في النشره الجويه والادعاء احيانا معرئي مثلا ان يوم كذا هيحصل هطول امطار او سيحصل كذا من البرد او الشتاء او الحر او نحو ذلك، قال بعض العلماء يفضل في ذلك ان يقال ان شاء الله. ليه؟ لان سبحان الله قد العلامه اللي انت شايفها اللي هي المنحنى الجوي اللي هيحصل فيه كذا وكذا وكذا قد يتغير، فكل شيء بامر الله سبحانه وتعالى. فلذلك لو قيل في ذلك ان شاء الله او باذن الله تعالى او يتوقع حدوث كذا او كذا او كذا كان هذا افضل، ويعني اسلم للقلب من مجرد الاعتقاد العلمي البحت في هذه الوسائل ان هو هيحصل يعني هيحصل. في بعض الناس عندها كده، لا ده هم مدام قالوا في النشره الجويه يبقى هتمطر يعني هتمطر. يا ابني ما هو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وقد تصرف هذه العلامه التي يعني راها هؤلاء العلماء في بابهم او في علمهم. طيب خلاص نقف عند يبقى المره الجايه ان شاء الله هنتكلم في الشرك في الالوهيه، ولكن برضو انا ليا رجاء يا جماعه في المسائل اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان احنا برضو يا ريت ان احنا اولا نروح نقرا الكلام، ويفضل في الابواب دي ان انا اكون قاري قدام كمان، يعني ابواب العقيده بالذات وابواب المسائل اللي هي محتاجه فهم جديد وقعده مره واثنين وثلاثه، ما فيهاش مانع ان انت تكون جاي المره الجايه قاري وتكون محضر اللي احنا هنقوله قبل ما نقراه. هتيجي بحيث ان انت في اشكالات معينه في الكلام اللي انت قريته هتسال فيه او هيتشرح لك، فهتبدا تفهم الغموض اللي فيه. ده هيكون افضل وسيله، ان لم يكن مش اقل من ان انا بعد ما اروح اقرا الكلام ده مره واثنين وثلاثه واعيده مره واثنين وثلاثه، واللي مش مفهوم نسال فيه، لان هذه المسائل يعني ما فيهاش مجال للخطا وما فيهاش مجال لعدم الفهم، اللي مش مفهوم نعيده مره واثنين وثلاثه. ولذلك يعني كان بعض اخواننا بينتقد ان احنا جارين بسرعه شويه في الكتاب، ده كان بس بغرض ان احنا ننتهي في المده الزمنيه اللي احنا محددينها، يعني على اساس ان هي تكون بصوره مكثفه زي ما احنا اتفقنا او توعدنا على ذلك.